يقول: ما هو الفرق بين المنهج والعقيدة؟ منهاج كل منكم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. العقيدة هي ما بين العبد وبين ربه من الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، كل هذا يدخل في الإيمان بالله عز وجل. وأما المنهاج فهو العمل والشريعة من الحلال والحرام والأحكام القضائية، وهذا المنهاج.